والأحاديث في الأشواط الإضافية من خلال كلا الفريقين عن هذه المباراة. الركلة الزاوية الأولى في الشوط الإضافي الأول، كرة عالية، رودولفو، الكرة تتكمل، الكرة فيها قرار، الكرة فيها ركلة جزاء. هنا في المدرجات ومن خلف الشاشات الصيعري، جول لصالح السفير والذي يعلنها أمام إسرائيل. نحن حاضرون لدور المحترفين. الصيعري يسجل من علامة الجزاء كما فعلها جون فرايدي في مباراة الذهاب. الصيعري بقذيفة قوية بالقدم اليمنى وضعها في سقف المرمى ليعلنها بأن السفير ظاهر وحاضر في دور المحترفين. الهداف الصيعري يسجل من علامة الجزاء